بقية مقطع من وهي متواجدة بالجدع المشترك، تدرس بالجدع المشترك عربية، وهي تتويج لمحاضرة درسناه مع الأستاذة أمينة بسو في مجزوعة السلبيات. لقد درسنا الأستاذة في مجزوعة السلبيات الكثير بمسرحية سوف تلتقون الآن مع أبرز شخصياتها. اسمعوا هذا المنشور. لا 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 لا،
يجب ان تتهيأوا اولا، يجب ان تتهيأوا نفسيا حتى لا يصمم احد كل مغشيا عليه. الفرحه تفتن. نعم الفرحه تفتن. نعم تفتن. فلماذا تضحك يا حمدان؟ لماذا تضحك؟ اسمعوا اولا ثم اقرا ثانيا. لقد قرر أعضاء المجلس البلدي الموقر طبعاً أن يقوموا بتأهيل سكان هذا الحي إلى مكان ما. الدراسات الآن جارية والموقع لم يحدد بعد، ولكن اطمئنوا وعلي لا بد من إفراغ هذا الحي. هيا القصر حالا حتى يمكن هدمه وبناؤه فنادق سياحية جميلة. فكروا بالسواح والطواف فكروا. أحنا عفوا نسيت قراءة الحجيات. اسمعوا حيث إن الحي وبناء على التقارير الطبية لم يعد صحيا. عجبا وكأنه كان من قبل صحيا أكيد. وحيث إنه معرض للحريق في الحريق وذلك باعتماد البناء فيه على على أن السكان أنتم منهم حمدان ورضوان وسعدان يعانون وضعا لا إنسانيا مزريا. فقد قرروا أيها السلف، تأملوا هذه الشهادة، تأملوا. إنني جئت متعثرا سترحلون إلى حيث شئتم وبعد أن تأتي أن تتم الدراسات تأتي الشاحنات والدراجات والعجلات والأعشاب والإسمنت والحديد والذهب والنحاس، وبعد أن تقوم قمر في السماء قريبة من الشمس والهواء بعيدة عن العجول والرطوبة ستقوم المفاتيح في حفل العلوم في المهيش تقوم الأعيان والحشم تحضره الأعيان والخدم والحشم والسلطات والنشارون والحدادون والواقفون على أرجلهم والمقعدون والصم والبوغم. سيكون حفلا تحتس له الدنيا حفلا بهيجا يكتب عنه المؤلفون والصحفيون. لا تتعب نفسك، أترى أنك تكلمت بما فيه الكفاية. سيدي المقدم اطمئن تريدون أن يغادر من هذا الحي؟ تريدون ذلك؟ اطمئن، سنتعب.
حقق على ذلك إكرام لعينيك. حقق نعم، ولكن ليس الآن. بس افهم نحن من يختار متى سنرحل ولسه أنت. سعداء بهذا التقديم الرائع. يبدو جهد التداريب واضحا في تقديمكم فردا فردا. نشكركم جزيلا، والآن سنظل مع جو